اهلا بيكم مره ثانيه. الحقيقه في ناس كتير من اللي بتعاني من السمنه، وخصوصا لو كانت سمنه مفرطه، وطبعا بطبيعه الحال بيلجأوا لكل الطرق الممكنه والله ولا حتى غير ممكنه عشان يحاولوا بقدر المستطاع ان هم يخسروا الجزء الاكبر من وزنهم. في تقريبا قاسم مشترك يعني من ضمن التعليقات والريفيوز اللي بتتعامل مع الناس دول، شبه مشترك بين اغلبهم، فكره ان انا خسيت في الوزن اي نعم، بس انا حاسس ان انا ضعيف، حاسس بهزال، حاسس بضعف، حاسس بارق. فالنوع ده من الامور غالبا ما بتكون مرجعيته هي قله الفيتامينز اللي موجوده في جسمه، واللي خسر جزء كبير جدا منها في رحلته في البحث عن كيفيه فقدان الوزن بسرعه البرق. فده اللي هنتكلم فيه النهارده، فكره الفيتامينز والى اي درجه الريجيم بيأثر على نسبه الفيتامينز الموجوده في جسم البني ادم. هنتكلم في هذا الامر مع دكتوره ريهام الحياوي اللي منورانا في حلقتنا النهارده. يا صباح الفل. صباح الجمال. عامله ايه؟ الحمد لله بخير، انت عامل ايه؟ ماشي الحال الحمد لله. اعتقد سمعت الحكايه دي كتير قبل كده من ناس بتخس، بس سمعتها، احنا درسنا بقى وتعلمنا ان قد ايه نقص الفيتامينز بكل انواعها واشكالها، وعلى راس بقى القائمه طبعا فيتامين دي يا كريم. فيتامين دي نقصه للاسف من احد اهم الاسباب اللي بتسبب ضعف معدل الحرق، وان الناس تبتدي مهما تقلل اكلها تبتدي تغير في اسلوب حياتها شويه، حاسه انه غيرت تغيير للافضل وكل حاجه، بس فكره معدلات الحرق ان هي انخفضت جدا، فما نجيبش نتائج يا دكتوره، فاحنا محبطين فنكتئب فنفضل ناكل ونخش من دايره للتانيه. بلس الاكتئاب اللي بيجي بقى لوحده خالص برضو نتيجه نقص فيتامينز كتير جدا، منهم فيتامين د، التعرض للشمس. ده احنا بنقعد شويه كريم في الشمس، يعني نقول احنا خرجنا النهارده اتشمسنا قعدنا شويه في الشمس، بتحس ان حالتك المزاجيه بقت احسن. فهو لهذه الدرجه انه في ساعتها جسمك لما بيتعرض مباشره لاشعه الشمس يمتصها ويبتدي يحولها لفيتامين دي مباشره في جسمنا، حتى ده بيفرق في مودنا. فتخيل ده ما بيحصلش يا دكتور ريهام غير لما بيبقى في تعرض مباشر بالظبط كده بالشمس، مش يعني مباشره على جلدك، مش من خلال اللبس. وفي نفس الوقت مفيش حاجز ازاز، لو انت مثلا في بلكونه في عربيه في مكتبك في الشغل فاكر ان انت قاعد كده الشمس جايه عليك، لا هي مدفياك، هي جايه بس انت مش مستفيد، لكن منها مش مستفيد بيها كتصنيع فيتامين دي. اوكي، فدي مثلا ضمن الحاجات. حاجات كتير جدا بقى من الناس لما بتخس يا كريم بيحصل مضاعفات شعر، ضوافر بشره. تلاقي ان الناس في حاله من التدهور الصحي. احنا خسينا، ده لو نجحنا ان احنا نخس طبعا يعني، بس احنا صحيا بقينا مش احسن حاجه. بس هي الخس لازم ترتبط بنقص الفيتامينز في الجسم جدا جدا جدا، مش بس الخصيه، بكل ما يترتب عن الخصيه من ضعف، حاله ضعف عام، ضعف في شعرنا، في ضوافرنا، حاله التجدد بتاع الخلايا الكريمه. هو ده جسمنا، ده حاله يعني مكنه شغاله 24 ساعه. خلايا بتموت، خلايا بتتجدد، بعد الشر بعد الشر، بعض الخلايا عندها استعداد سرطاني للتحول، جسمنا المفروض بياخدها يموتها ويتخلص منها، لو حصل خلل تبتدي بعد الشر تتحول لخلايا سرطانيه وهكذا. طب احنا عايزين بقى نتكلم النهارده في منظومه كامله شركه بايو ناتشرز هي عملتها علشان تساعد اي حد بيهدف ان هو يفقد وزن وبطريقه صحيه وامنه، ويعمل كل اللي احنا بنقول عليه، ما يبقاش في عنصر ناقص منه فالمنظومه ما تكتملش للاخر. فشركه بايو ناتشرز قدمت كورس متكامل، هو كورس بيستا اللي بيظهر على الشاشه، مكون من ساشيتس الياف مليئه بيستا اللي بتتاخد من مرتين لثلاثه يوميا قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه. دي بدورها بتملى بطننا، يبقى انا باخد الياف ما فيهاش اي سعرات خالص، طعمها لطيف جدا، طعمها تفاح، فحتى لو هتديها لاولادك لحد كبير في السن يعني الشهيه بتاعتهم ما بتكونش احسن حاجه، هيتقبلها بمنتهى السهوله. دي اول عنصر. العنصر الثاني المالتي فيتامين اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي يا كريم، 13 عنصر، ومش اي 13 عنصر، يعني الب مالتي فيت اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي موجود في كورس بيستا، ميزته بقى ايه؟ ان في كل المجموعه بتاعت فيتامين بي او الكومبلكس بي اللي جسمك بيحتاجها جدا جدا، ومش دايما بتكون متوفره في اي نوع مالتي فيتامين. فده عنصر مهم جدا. طبعا. الحاجه الثالثه مستخلص القهوه الخضراء. مستخلص القهوه الخضراء ده اكيد ناس كتير مننا سمعت قد ايه تاثير القهوه الخضراء كمضادات اكسده، مضادات التهابات، بتخلي الجسم يشتغل يا كريم في الصوره الطبيعيه اللي ربنا خلقها، فيشتغل في احسن حال، يعني حرقك يكون احسن حاجه، مقاومه الالتهابات احسن حاجه، وهكذا. طيب ده تالت حاجة. الحاجة بقى الرابعة، ودي شركة بايو ناتشرز بتقدمها هدية، ودي اللي أنا بتكلم عليها معاك من شوية، فيتامين دي 3. يعني إيمانا منهم بقد إيه فيتامين دي 3 في منظومة فقدان الوزن بطريقة صحية هو ليه دخل كبير جدا جدا في حالات كتير ما بتخسش، لقت صعوبة مع نفسها أو مع أنظمة دايت عشوائية بيجيبوها أو منتجات غير آمنة بيمشوا عليها. يعني كل ده طبعا بيؤدي إن ضعف في جسم، يعني جسمك بيؤدي إن الخسية بتبقى فيها ريزيستنس، مقاومة ما بتحصلش. فوصلوا إن فيتامين دي 3 مع المالتي فيتامين لما بيتاخدوا في كورس تخسيس
قد ايه لما بتتابع مع الفريق، ودي طبعا ضمن الحاجات المهمه ان شركه بايوناتشرالز عاملاها متابعه مجانيه اسبوعيه، فانت بتتابع حالتك، بتقول كل ظروفك الصحيه. حلوه التفصيله دي على فكره، جدا جدا ومهمه جدا ومفيده للناس. واحنا في عصر الاونلاين يا كريم، الكورونا يعني احد مميزاتها اللي حصلت، يعني خلينا نعترف بده، ان سهلت فكره ان انت تعمل حاجات كتير، منها الطبيب بتاعك يكون بمكالمه تليفون من خلال الارقام او الصفحه، زي شركه بايوناتشرالز عندها صفحه بايو بيستا الناس تقدر تدخل عليها، والارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه، بتتواصل مع فريق طبي كبير جدا، يعني من اجود انواع الدكاتره الاخصائيين المتخصصين في علم التغذيه، بيسالك عن كل حاجه تخصك ويبتدي يحط لك خطه تغذويه مناسبه ليك. واللي عايز يطمن اي حد لسه هيتواصل على الارقام ويبتدي يتعرف على شركه بايوناتشرالز والفريق بتاعها، اطمنكم اقول لكم حاجه لطيفه جدا بقى في كورس بيستا، وهي ان احنا هنخس بدون دايت وحرمان، ودي ميزه ناس كتير يا كريم احنا تعبنا، هتلاقي كل واحد على مدار عمره وهو شاب بعد ثانويه عامه تخن عايز يخس قبل الجامعه، هنتجوز خرجنا من الجامعه هنتجوز فعايز اخس عشان فستان الفرح، خلفت وولدت فعايز اخس اللي انا تخنته، فهتلاقي طول الوقت احنا سعيا ورا الخسيه، كبرنا في السن ركبنا مش شايلانا يا دكتوره، وعندنا مشاكل في الغضاريف والركب، فكل الناس طول الوقت هي بتسعى ورا فقدان الوزن والخسيه، فطول الوقت بتعمل انظمه وتفشل تنجح فيها شويه يويو. فشركة بايوناتشرز لما وفرت لك المتابعة المجانية دي، هي كان هدفها تعرف كل حاجة وتبتدي تشوف ايه المقاومات اللي بتقابلها او العقبات اللي بتقابلك في طريق ان انت توصل للوزن المثالي، وتبتدي تحلها لك واحدة واحدة، تديك الكورس المناسب ليك، تديك الكم، يعني كل شخص على حسب، انا باكل وجبتين يبقى اخد كيسين يوميا قبل الوجبات الرئيسية، باكل اربع وجبات، المنتج امن والياف طبيعية 100%، فما فيش مشكلة لو انت شخص اكول بطبعك وبتاكل وجبات كتير، ممكن ناخد اكتر من ثلاث اكياس في اليوم عشان احد من شهيتك للاكل. اقول لك على التفصيلة اللي انا شايف ان هي نميسة قوي الحقيقة، فكرة ان المنتج ده ما بيديش فرصة ان انت تعتمدي على ارادتك ان وجدت، بالظبط، لان في ناس الارادة عندها عطلانة بالظبط كده، يعني الرغبة موجودة بل والرغبة العارمة، لكن الارادة والقدرة على التنفيذ مش عند كل الناس التفصيلة دي. فالحقيقة تفصيلة ان المنتج ده الالياف اللي فيه بتنفش في المعدة، فغصب عنك كده كده الود ودك تاكلي بس مش قادرة، هو ده، فانت كده ايه يعني ما اعتمدتيش على الارادة، ومش بس الارادة، الممنوع مرغوب يا كريم، كلنا أكيد عارفين كده. فانا طبعًا لما اقول لحضرتك انت هتروح طبعًا خارج بره ولا المدام عاملة في البيت الاكل التقليدي العادي جدا، وانا كدكتور الدايت او فريق بقى شركة بايوناتشرالز بيقول لك كل اللي موجود عندك في البيت، مش عايزينك تعمل اكل دايت مخصوص، واكل دايت طبعا اعتدنا انه غالي شويه، أيوة الدكتور طالب منك هات كذا وهات كذا وهات كذا، لا، اكلك العادي اللي موجود في بيوتنا المصريه التقليديه اللي معمول هتاكل منه عادي جدا، بس بقى ايه شاطر انت كمل الكميه اللي كنت بتاكلها قبل كده، لا احنا هناكل اقل بكتير من اللي كنا بناكله. هتقول لي يا دكتور ده هيخسسني، هقول لك اه، لان انت كنت بتدخل مثلا 2000 سعر حراري في اليوم، دلوقتي هتلاقي نفسك ما بتدخلش اكتر من 1000، وفي بعض السيدات كتير جدا لما بتتابع مع فريقنا المتابعه الاسبوعيه وبيعلموهم ازاي يبتدوا يتعلموا يعدوا سعراتهم الحراريه، تقول لهم انا حاسه ان انا ما بدخلش دلوقتي غير 600 سعر حراري، وده رقم قليل جدا جدا، هي فرحانه فحاسه ان هي بتنزل جامد في الوزن. يا سلام بقى لو انت شاطره او انت شاطر، في سلم بيتنا عندنا دورين ثلاثه، انا في مكتب بطلع 10 ادوار اسانسير، اطلعوا منهم دورين ثلاثه كملوا اسانسير، يعني دخلوا بس الحركه، مش عشان دي هتفرق في الخصيه معانا كده او كده، الحمد لله يعني شركه بايوناتشرالز حاطه رينج معين اللي هو من 8 ل 12 كيلو شهريا، اي مريض سمنه بيمشي على الكورس بيخسهم الحمد لله يعني. وعايز اقول لك بقى حاجه تانية كمان، الرجال بعض الرجال عشان ما شاء الله انتوا عندكم كتله عضليه محترمه، فلما بتمشوا على الكورس بالتزام وبتتابعوا اسبوعيا، احيانا كتير بتخسوا 15 و16 كيلو كمان عندكم ميزه في شهر واحد، طبعا رقم محترم جدا جدا طبعا. هو الكورس هيخسسه هو واحترامه يزيد لو ده متحقق بصحه زي ما كنا، هو ده اللي انا بقى بقوله، هو ده اللي انا بقوله، انت هتخس انا يعني انا كمنتج بقدمه لك طبيعي 100% مرخص وزاره صحه، عندي فريق كبير متابع معاك، مديك الفيتامينز اللي جسمك محتاجها عشان لما تخس تبقى تمام وزي الفل، شعرك ضوافرك صحتك قدرتك على الحركة المفاصل الكالسيوم
كل ده هيكون متظبط وتمام. بس اللي احنا بنحاول نقوله دايما، وانتوا بتغيروا شكل حياتكم وبتخسوا من خلال المنتج اللي احنا بناخده، ابتديتوا تفقدوا 20 كيلو 30 كيلو فجسمكم بقى خفيف، ابتدوا تعملوا بقى بعض العادات اللي كان تقل الجسم عامل عائق فيها، ابتدي تتحركي، بتروحي تمرين لاولادك بدل ما تقعدي على ترابيزه تشربي في البرد سحلب وكاكاو والحاجات اللي احنا عارفينها دي، ابتدي تتحركي في تراك في نادي، اطلعي سلم، حاجات بس بسيطه نغير اسلوب حياتنا. اللي خد بيستا ونزل يعني القدر اللي هو عايز ينزله، أيوة. نزل الوزن اللي هو كان بيحلم بيه وخلاص وصل للوزن اللي بالنسبه له هو مثالي، تمام. هل يوقف خالص ان هو ياخد بيستا ولا بالتدريج ولا الحكايه بتمشي ازاي؟ هقول لك بقى على حاجه حلوه قوي قوي شركه بايو ناتشرز عاملاها بجد وانا سعيده بيها، ان اي حد هيمشي على الكورس ويوصل للهدف بتاعه معانا، مرحله التثبيت دي برضو بتكون متابعه مجانيه معانا. طبعا معدل الكورس بيكون اقل بكتير، الفريق هو اللي بيتفق مع الشخص او المريض هنعمل ايه بالظبط، سواء هناخد من الكورس حاجات معينه، سواء هناخده بس بكميات اقل، سواء هيمشيه على نظام غذائي، هيديله ارشادات ويتابع معاه لمده 6 شهور كاملين. وده يا جماعه حاجه مش سهله، ان انت تلاقي بعد ما توصل لهدفك رقيب واقف في ظهرك لمده 6 شهور، اللي هو اكتر اهم وقت محتاج حد معاك يدعمك علشان اللي انت خسرته ده تفضل مثبته، وهو ده اللي هيخليك تكمل بالخسارة دي على طول. طيب تعالوا بقى نشوف آية حصل معاها ايه. آية كانت بتعاني من السمنة في وقت من الأوقات وتعاملت مع هذا المنتج وكانت دي النتيجة. تابعوا معنا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، 3 وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طيب دي كانت حالة أو تجربة آية. تعالي بقى نروح يا دكتورة ريهام بعد إذنك لمجموعة الأسئلة اللي جات لنا من خلال السوشيال ميديا، منهم سؤال من نهى محمد بتقول أنا بعاني من السمنة ودايما لما بعمل دايت ما بقدرش أكمل لأن شعري بيقع بكثافة وضوافري بتتكسر باستمرار، فهل الكورس ده هيخليني أنزل في الوزن من غير ما يأثر على شعري وضوافري؟ طيب بصي بقى يا نهى، يعني اولا انا بضمنك ان انت تخسي بطريقه امنه، لان زي ما قلت الكورس هو كله طبيعي 100%، هو مكمل غذائي ليس بدواء، ودي ميزه برضو حاجه مهمه جدا، ان انا مش بدخل حاجه تضرني. انا الدكتور الشاطر او الفريق الشاطر المتكامل، اولا يبقى فريق متكامل، كلنا بنحل المشاكل المترتبه عن السمنه، دي حاجه. مش بس كده، ان انت تخلي الشخص ده لما يوصل للنتيجه اللي هو عايزها يوصل وهو راضي عنها، ودي الحمد لله الحاجه اللي دايما فريقنا لما بيتواصل معاه المتابعين الماشيين على الكورس بنلاقي رضا عن النتيجه. انا مش بس خسيت، انا حاسه ان شعري افضل، لان هم ما كانوش متعودين يمشوا على فيتامينات بهذا الالتزام. خلي بالك يا كريم، الفيتامينات ضروريه جدا جدا جدا، مش رفاهيه زي ما ناس فاكر ان انا بعمل حاجه اضافيه لصحتي، لا هي مش اضافيه، انت محتاجها عشان تجديد شعرك، عشان البيبي هير اللي بيطلع عندك الشعر تساقط يطلع مكانه، ضوافرك اللي بتطول دي وما يطلعش فيها البقع، النقط البيضاء ونقص الفيتامينز اللي بيكون موجود عند بنات كتير شكوى، يعني دايما بتكون باستمرار، لا هتلاقي كل ده حصل فيه تحسن، مش بس ما تضرش من الخسيه، انت حاسه ان في حاله من الانتعاش جسمك كلها فيها، بلس الانرجي والطاقه، ودي بقى ضمن الحاجات اللي اي حد بيخس وبيمشي على ورق الدايت عنده مشكله، انا ما عنديش باور، انا ماشي على رجيم ومش قادر، انا مش نازل النهارده لاني ضعف كده عام، ضعف وهن عام، امساك مزمن، شكاوى كتير جدا نتيجه الدايت. الحمد لله مع فريقنا بنلاقي النتيجه العكسيه، ان انا ما عنديش امساك مزمن نتيجه ايه، ان انت بتتكلم عن منتج بيستا العنصر الاول فيه وهو اكياس الالياف المليئه هو شوفان، رده قمح، قشور
والسيليوم، كلها حاجات يا كريم بتخلي حركة الأمعاء فاري سموز، ماشية بمنتهى السلاسة. فبالعكس بتدخل التواليت بصورة منتظمة جدا جدا، معدتك مرتاحة، مفيش مشاكل القولون العصبي. مش بس كده، الألياف بتعلي امتصاص الفوائد اللي موجودة في المنتج بتاع قلب مالتي فيت وفيتامين دي 3. عظيم. طيب سؤال تاني من الأستاذ مدحت الخولي، بيقول أنا سني 40 سنة ووزني 117 كيلو، بعاني من السكر وخايف أجرب أي منتج هيأثر على نسبة السكر عندي، فهل الكورس ده مناسب ليا؟ طيب اولا كورس بيستا عايزه اقول بقى ايه، انه مناسب لجميع الاعمار وكل المشاكل الصحيه. يعني ايه؟ اي شخص عنده اي مرض مزمن سواء مرتبط بالسمنه او لا، وعايزين نتفق مع بعض ان ثلاث ارباع يعني الامراض المزمنه، يعني ضغط، سكر، كوليسترول، مشاكل في الكبد الدهني، كل المشاكل دي يا كريم حلها الاول فقدان الوزن. تخيل بقى، فتخيل لما انت بتفقد الوزن اولا مع دكاتره متخصصين متابعينك، دي نمرة واحد، بيشوفوا تحاليلك، أدويتك اللي انت ماشي مع استشاري البطنة أو الدكتور اللي انت متابع معاه، بتدينا كل الداتا. بنبتدي لما بتخس أولا بطريقة آمنة، منتج ما بيشتغلش على مخك، ما بيشتغلش بأي حاجة كيماوية، بيخسسك وتدريجيا جدا بس برضو بكم كويس. يعني انت بتخس 8-12 كيلو شهريا، ده رقم محترم جدا طبعا جدا. طبعا عايز ده أقول حلم بالنسبة لناس كتير. بالظبط. عايز أقول بقى لأي شخص بيسمعني دلوقتي، حضرتك مريض سكر سواء ماشي على أقراص أو ماشي على إنسولين، فقدان الوزن بطريقة آمنة، وده اللي احنا بنضمنه 100% شركة بايو ناتشرالز بكل منتجاتها، أنا بأكد لحضرتك إن أنت لو بتاخد أقراص ممكن مع فقدان الوزن تبطل تاخد علاج السكر أساسا، ولو بتاخد إنسولين طبعا صعب تبطيله لكن جرعاته هتقل جدا جدا، وده فايدة كبيرة جدا للجسم إن أنا أقلل الجرعات دي، وكأنه جزء من العلاج كمان. بالظبط. عشان كده دايما أنا بقول كورس بيستا هو من الكورسات الرائعة، لأنه مش بس علاج للسمنة، لأمراض مزمنة بطريقة غير مباشرة. ومش بس كده يا كريم، ده أنا عندي كم الحالات اللي بتتابع مع فريقنا المتابعة المجانية على تليفوناتنا وعلى صفحة بايو بيستا، كم البنات الشابات لسه صغيرين وعندها 5 كيلو زيادة، مش هقول لك رقم كبير يعني، وبتعاني من تكيسات المبايض، اتأخرت شوية في الحمل، راحت للدكتور قال لها أنت عندك تكيسات مبايض نتيجة الدهون، قالت له بس أنا مش تخينة يا دكتور، فبيدوها أدوية للسكر أقراص علشان تنزل الوزن بسرعة فتحمل. طب احنا ليه ناخد دواء سكر وانا مش مريضه سكر؟ طبعا. ما اخد بيستا، الياف طبيعيه، في فيتامين سي، في الكارنتين، في كروميوم، وهتوصلي نفس النتيجه. وهتوصلي نفس النتيجه. ومش بس كده، ده انت كواحده بتهيئي جسمك للحمل بتاخدي فيتامينز ممتازه جدا، مالتي فيتامين، فيتامين دي، فبتجهزي المخزون بتاع جسمك، يعني تجهيز فعلا صح عشان تكوني رادي للحمل، فهو حل رائع جدا لتكيسات المبايض. جميل. طيب نروح لسؤال بعد كده من نوال مصطفى، بتقول ابني عنده 15 سنة وكان نحيف جدا، بس فجأة ابتدى ياكل بشكل غريب لحد ما وصل وزنه ل 98 كيلو، ومش عارفة امشيه على نظام غذائي، ايه الحل؟ طيب مبدئيا هو سن مناسب جدا ان احنا ناخد بيستا، انا زي ما قلت هو مناسب لكل الاعمار من اول سن 13 سنه لغايه كبار السن، اي عمر ما عنديش فيه اي تحفظ خالص. مستو زي ما قلت برده من شويه، الطعم بتاعه جميل، فاي حد سنه صغير بيبقى شويه، ده سن مراهقه، بتقابل بقى اي ام عند رهيب ورفض لكل الاشياء، وانا ما اعملش دايت وانا عايز اكل وعايز اخرج واكل اكل الشارع، فطبعا ما تقدريش تحرميه عن زمايله في المدرسه وفي النادي وفي الشارع وجيرانه، اي طفل يعني صعب تحرميه. فانا ضد ان احنا نحرم ولادنا، انا مع ان احنا نقدم لهم منتج محترم زي بيستا، طبيعي امن، وفي نفس الوقت هو انت بتقدمي له زي ما احنا قلنا في اول بقى الحلقه كريم، طبق الاكل العادي اللي انت عاملاه لاخواته والباباه هيتحط قدامه عادي جدا، رزك ومكرونتك وكل حاجه، وهناخد بيستا اول ما يرجع من المدرسه بتاعته على كوبايه ميه، طعمه تفاح رائع جميل، وفي كده تنج طعم الرده لطيف، هيبتدي يدخل بقى ياكل كمان نص ساعة، هو مش هيقدر ياكل أبدا كمية الرز اللي كان بياكلها والبطاطس المحمرة، انسي كل ده اتقفل خلاص. فتقدري تقدمي له الأكل العادي الطبيعي وتضمني ان هو هيفقد الوزن ان شاء الله بسرعة كويسة جدا جدا، وأول ما يبتدي يفقد الوزن تدريجيا ويتحمس وياخد تاني ثقة في نفسه ان هو ما عندوش مشكلة زي زمايله ان هو ينزل يلعب كرة قدم وكده، ابتدي نزليه يلعب شوية نشاطات، الموضوع بقى كله هيختلف على بعضه بإذن الله. بحكم تخصص حضرتك، هل شفتي ان لسه موجود الفكر اللي كان موجود عند بعض الاهالي واولياء الامور، فكرة ان انا طول ما ابني الصغير ده مكلبز اذا هو صحته ده صحه ده جميل لا لسه الفكر ده موجود؟ ده الكبار والله يا كريم بيقول لك الكرش منحنى الرفاهيه، وده دليل على العز، فمش الاطفال بس والله بيقول لك متربي على العز يا جماعه،
لا خالص، كده زمان ده كارثة، ده كارثة، ده يعني معقل الدهون اللي تسبب كل أمراض القلب والمشاكل. فلا طبعا، لا الطفل الممتلئ، للأسف كمان إحنا في زمن دلوقتي السوشيال ميديا، الطفل الممتلئ بيعاني بجد من مشاكل نفسية كتير يا كريم، نتيجة التنمر اللي دلوقتي، زمان ما كناش بنحس بالحاجات دي أيام ما كنا طلبة، لكن دلوقتي الطفل بيعاني من تنمر كبير جدا نتيجة السمنة. فبجد لمصلحة ولادنا، أي أم بتتفرج عليا دلوقتي تتواصل مع فريق طبي فعلا محترم، شركة بايو ناتشرلز، صفحتهم بايو بيس هتظهر والارقام، تواصلي معاهم وقولي لهم كل ظروف الصحيه لابنك، لو في تاريخ وراثي للسكر عندك او لباباهم او جدهم، عشان بعد الشر لو هو عرضه لده نبتدي نتدارك الموضوع من بدري باذن الله، ونفقد وزن بطريقه امنه، ونخلي نفسيه ولادنا كويسه باذن الله. دايما بنسعد بوجودك معانا في حياه البرنامج، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده. جزيل الشكر دكتوره ريهام الحياوي، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان. خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره ان شاء الله. انا عشنا وخلينا عمر على خير، يوم جديد وحلقه جديده، 10 الصبح بتاعتي. Thank you.